أنا بقى بقول إن لا مصطلحات بتهزنا ولا مصطلحات بتهتنا، وبقول لكل ست جميلة بتتفرج عليا دلوقتي من شاشة القناة الأولى، خليكي نفسك، ولا أي كلمة تتقالك تغير مسار تفكيرك وحياتك. ولما تيجي ترتبطي ما تخليش أي حد يكسر لك مقاديفك أو يكسر لك ثقتك بنفسك. أنت عايزة تشتغلي اشتغلي، أنت مش عايزة تشتغلي، لأن في العكس ممكن تبقيش عايزة تشتغلي، عايزة تقعدي تتستتي في البيت ويصرف عليكي وتعملي بيت هادي. على فكرة ده مش عيب خالص، ولا أنت مجبرة تبقي independent strong independent woman، مش مجبرة نهائي. لكن يجي راجل يقولك ايه ده، هو انت مش هتشتغلي؟ لا انا بحب الست المستقله، انا بحب الست القويه، فيبتدي يلعب في مخك عشان تروحي تشتغلي وتساعديه وتشيلي الهم معاه وكل الحاجات دي. خليكي ذكيه، خليكي واعيه، ما ينفعش اقول اي حاجه وخلاص. خليكي انت شخصيتك، بتحبي ايه، بتكرهي ايه، احتياجاتك ايه، لكن ما تقعديش تترسمي بشويه مصطلحات انت في الاخر مش عارفه المصطلحات دي لا هو فاهمها ولا انت اصلا فاهمها صح. خلي حياتك زي ما انت مؤمنه بيها.